رونالدو أحد أساطير كرة القدم العالمية، والذي يعتبر واحد من ألمع نجوم هذه اللعبة على الإطلاق، كما يعتبر ظاهرة فريدة من نوعها. لتتعرفوا أكثر على هذا اللاعب تابعوا معنا هذا التقرير. لنبدأ بمرحلة الطفولة. ولد كريستيانو رونالدو دو سانتوس أفيرو في 5 فبراير عام 1985 في مدينة فونشال في ماديرا التابعة للبرتغال، في جزيرة صغيرة قبالة الساحل الغربي للبلاد. رونالدو هو الأصغر من بين 4 أطفال، ولدوا من ماريا دولوريس دو سانتوس وخوسيه دينيس أفيرو. أخذ اسمه من أحد الشخصيات المفضلة لدى والده، والذي هو رونالد ريغان. كبر رونالدو في حي للطبقة العاملة في منزل مسقوف من الصفيح، والذي كان يطل على المحيط. كونت حياته المبكرة بالمشقة. والده كان بستاني، وكان غالبا ما يشرب الكحول بكثرة، ومات في نهاية المطاف بسبب مشاكل في الكلية في عام 2005. عملت والدته كطباخة كي تتمكن من تربية أبنائها. أما من حيث ديانة كريستيانو رونالدو ومعتقداته وطائفته الأصلية، فقد ولد لعائلة مسيحية كاثوليكية. أما عن حياته الرياضية، فبفضل عمل والده كمدير للمعدات في أحد النوادي، تعرف رونالدو لأول مرة على رياضة كرة القدم. وخلال الفترة التي أصبح عمره فيها 10 سنوات، أصبح معروفاً بكونه ظاهرة عجيبة، حيث ذكر أبوه الروحي فيرناو سوسا للصحفيين البريطانيين: كل ما أراد فعله وهو فتى هو لعب كرة القدم، مضيفاً: لقد أحب هذه الرياضة لدرجة أنه كان يتغيب عن وجبات الطعام أو يهرب من نافذة غرفته مع كرة عندما كان من المفترض أن يقوم بواجباته المنزلية. في بداية سن مراهقته نمت موهبة رونالدو بشكل كبير. بعد فترة طويلة مع نادي ناسيونال داليها دا ماديرا، وقع رونالدو عقداً مع نادي سبورتينغ البرتغال في عام 2001. في نفس العام لفت الأنظار بأدائه المميز ضد فريق مانشستر يونايتد، مبهراً خصومه بحركات قدميه ومهارته الحادة. أعطى انطباع رائع لدرجة أن لاعبي يونايتد طلبوا من مديرهم أن يوقع عقداً مع هذا اللاعب الشاب، حيث لم يمضي وقت طويل قبل أن يدفع النادي مانشستر 13 مليون جنيه استرليني لفريق رونالدو لقاء خدماته، حيث كانت هذه الرسوم رقماً قياسياً بالنسبة للاعب بهذا السن. لم يخيب رونالدو ظن عالم كرة القدم، حيث وفى بوعده في وقت مبكر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2004، وسجل الأهداف الثلاثة الأولى للفريق وساعدهم بالحصول على البطولة في عام 2008. وبعد سنة من توقيع العقد الذي مدته 5 سنوات، وهو عقد قيمته 31 مليون جنيه استرليني، أظهر رونالدو مجدداً استحقاقه لراتب عالي عندما شارك بصنع واحد من أفضل مواسم النادي في التاريخ، حيث حقق سجل امتياز لتسجيل الأهداف، حاصلاً على لقب لاعب الشرف لهذه السنة في فيفا العالم. وبشكل عام ساعد رونالدو بتوجيه نادي مانشستر يونايتد للحصول على 3 ألقاب رئيسية في الدوري، ولكن كان وقت رونالدو في إنجلترا مشوباً بصراع والدته مع سرطان الثدي عام 2007، وكذلك وفاة والده من المرض المرتبط بالكحول. وكان خبر وفاة والده بشكل مخصص صعباً عليه، حيث أنهما كانا مقربين، وكان الرياضي الشاب غالباً ما يدفع والده إلى الدخول إلى مراكز إعادة تأهيل ومعالجة مشاكله مع شرب الكحول، ولكن لم يقبل والده بهذا العرض. بقدر ما كان يمدح بطريقة لعب رونالدو في الملعب لصالح مانشستر يونايتد، ولكن التزامه للنادي كان تحت السؤال الدائم، حيث انتشرت التكهنات بأنه يريد أن يلعب في أماكن أخرى،
ولذلك في عام 2009 لم يكن أحد متفاجئ لرؤية رونالدو يغادر يونايتد عندما وافق النادي الإسباني لكرة القدم ريال مدريد على دفع مبلغ قياسي والذي هو 131 مليون دولار لقاء توقيع عقد معه، حيث قال رونالدو للصحفيين: أنا أعلم أنهم سوف يطلبون مني الكثير لأكون ناجحاً في هذا النادي، وأنا أعلم بأني سوف أتعرض لضغط أكثر بكثير من الذي كنت أتعرض له في نادي مانشستر يونايتد لأني أمضيت العديد من السنوات هناك، وأضاف: ولكن هذا يعني تحدياً جديداً، وهذا سوف يساعدني بأن أصبح أفضل لاعب كرة قدم في العالم. إلى جوائزه، حيث قاد البرتغال إلى نهائي بطولة أوروبا ضد فرنسا بكونه كابتن فريقه الوطني، على الرغم من إخراج رونالدو من المباراة بعد تعرضه لإصابة في الركبة بعد 20 دقيقة من بداية المباراة، إلا أن البرتغال أكمل للفوز بلقب البطولة بنتيجة 1-0، حيث كانت أول جائزة يفوزون بها على المستوى الدولي. وقال زملاء رونالدو بأنه قد حفزهم من مقاعد الاحتياط بكونه قائد الفريق. وقال رونالدو: هذه أحد أسعد اللحظات في حياتي المهنية، لقد كنت دائما أقول بأنني أريد أن أفوز بجائزة مع الفريق الوطني وأن أصنع التاريخ، وها أنا الآن لقد فعلت ذلك، حمدا لله أن الأمور سارت بنحو جيد بالنسبة لنا. في كانون الثاني عام 2017 فاز رونالدو بجائزة أفضل لاعب فيفا لعام 2016 للمرة الرابعة. شملت انتصارات رونالدو لعام 2016 بطولة أوروبا، دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للنادي، بالإضافة إلى حصوله على جوائز فردية من الاتحاد الأوروبي ومن مجلة فرانس فوتبول وفقاً لما ورد في USA Today. في موسم 2017-2018 شارك مع منتخبه في بطولة كأس القارات عام 2017، مما أدى إلى غيابه عن صفوف نادي ريال مدريد لبعض الوقت، وبرز بشكل كبير في مواجهة الكلاسيكو بنهائي كأس السوبر الإسباني، حيث استطاع رونالدو تسجيل هدف في الدقيقة 80، ولكن بعدها بدقيقتين تعرض للطرد بسبب التمثيل وسط ذهول من المشجعين، واستطاع رونالدو تسجيل أول هاتريك له في الموسم ضد نادي ريال سوسيداد، واستطاع تسجيل سوبر هاتريك في مواجهات الجولة 29 ضد نادي جيرونا، وأنهى رونالدو موسمه الأخير مع نادي ريال مدريد بتتويجه للمرة الخامسة في تاريخه كبطلاً لدوري أبطال أوروبا، وبذلك كان هداف دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في مسيرته. انتقل رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في موسم 2018-2019 مقابل صفقة قدرت ب 105 مليون يورو وعقد يمتد إلى 4 سنوات، وتعتبر هذه الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإيطالي وأغلى صفقة لانتقال لاعب يبلغ أكثر من 30 عاماً في التاريخ. واستطاع رونالدو تسجيل أول هدفين له مع ناديه الجديد في 16 سبتمبر أثناء مواجهة نادي لاتسيو، وأصبح أول لاعب يصل إلى الفوز رقم 100 في مواجهات دوري أبطال أوروبا، وحقق رونالدو أول ألقابه مع نادي يوفنتوس في شهر يناير 2019 والذي كان كأس السوبر الإيطالي عام 2018. في موسم 2019-2020 حصل رونالدو على المركز الثالث لجائزة الأفضل لعام 2019، وأصبح ثالث لاعب على مستوى العالم يسجل في 14 موسم على التوالي في دوري أبطال أوروبا، واستطاع تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وعادل الرقم القياسي للاعب عادل باولو مالديني كأكثر لاعب شارك في مسابقات الأندية الأوروبية. وفي نفس الموسم اشتهر بارتقائه الذي وصل إلى 2.56 متر في الهواء أثناء تسجيله لهدف ضد نادي سامبدوريا.
سجل رونالدو أول هاتريك له مع نادي يوفنتوس في 6 يناير أمام نادي كالياري، وبذلك أحرز الهاتريك 56 في مسيرته الكروية. وتابع رونالدو في تحطيم الأرقام القياسية، حيث أصبح أكبر لاعب يسجل أكثر من 30 هدفاً في الدوريات الخمس الكبرى، محطماً رقم روني روك لاعب أرسنال في عام 1948، وأصبح أكثر لاعب تسجيلاً لركلات الجزاء في موسم واحد في تاريخ الدوري الإيطالي بتسجيله 12 ركلة جزاء، واستطاع في نهاية الموسم تسجيل 37 هدف في جميع المسابقات التي شارك بها. في موسم 2020-2021 استطاع رونالدو تسجيل هدفه رقم 100 مع نادي يوفنتوس، وبذلك أصبح أسرع لاعب في تاريخ نادي يوفنتوس يحقق هذا الإنجاز الكبير. وفي 13 ديسمبر 2020 وصل إلى مباراته رقم 100 مع نادي يوفنتوس. وبعيداً عن الرياضة، سنخبركم بعض الأحداث الهامة من حياة هذا اللاعب الشهير. توفي والد رونالدو في 2005 بسبب إدمانه الكحول بعمر 52 سنة، حيث كان يبلغ رونالدو في ذلك الوقت 20 سنة. في العام ذاته وبعد شهر من وفاة والده، اعتقل كريستيانو رونالدو للاشتباه في اغتصاب امرأة في فندق في لندن، وأفرج عنه بكفالة. نفى رونالدو هذه المزاعم، وأسقطت الاتهامات عنه بسبب عدم توافر الأدلة الكافية. أصدر رونالدو بياناً قال فيه: لقد حافظت دائماً على براءتي من أي مخالفة، ويسرني أن هذه المسألة قد انتهت حتى أتمكن من التركيز على اللعب في مانشستر يونايتد. وفي 15 من عمره تم تشخيص حالة رونالدو بتسارع نبضات القلب، وهي حالة كادت أن تجبره على التخلي عن كرة القدم، ولكن بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة عاد إلى ممارسة كرة القدم بصفة عادية. أما فيما يخص حياته العاطفية، ففي عام 2010 كانت حبيبة كريستيانو رونالدو هي الروسية إيرينا تشايك، لكنه تركها بعد 5 أعوام تحديداً في عام 2015. وأعلن رونالدو عبر موقعه على الإنترنت وعلى صفحته بفيسبوك أنه أصبح أباً يوم 3 يوليو عام 2010، وأضاف رونالدو أن ابنه سيكون تحت وصايته، وحمل ابن كريستيانو رونالدو اسم كريستيانو جونيور. وفي عام 2016 ارتبط كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز عارضة الأزياء الإسبانية، ولا يزالان معاً حتى الآن، ويبدو أن كريستيانو جونيور يعيش حياة سعيدة رفقة أمه الجديدة. والآن يبلغ عدد أبناء كريستيانو رونالدو 4، هم كريستيانو جونيور من أم غير معروفة، والتوأم تياغو وإيفا عن طريق أم حاضنة، والطفلة الأخيرة ألانا مارتينا من حبيبته الحالية جورجينا. ويعيش كريستيانو رونالدو وأولاده جميعاً رفقة حبيبته جورجينا رودريغيز. وبالحديث عن الأعمال الخيرية، فمن المعروف عن كريستيانو رونالدو حبه للأعمال الخيرية والتبرعات، وكان أبرزها بعد تصفيات كأس العالم عام 2006، حيث سافر رونالدو إلى إندونيسيا لزيارة المناطق المتضررة من التسونامي سنة 2004 ودعم الضحايا، وقابل نائب الرئيس الإندونيسي يوسف كالا ورئيس تيمور الشرقية شانانا غوسماو، وساهم بحملة تبرعات وصلت قيمتها إلى 12,000 دولار من مزايدة علنية لملابسه الرياضية الشخصية. وقام أيضاً بدفع مصاريف سفر طفل من ضحايا الزلزال مع والده لحضور إحدى مباريات منتخب البرتغال ضمن تصفيات كأس العالم عام 2006. وفي عام 2009 تبرع رونالدو بأكثر من 100,000 دولار إلى المستشفى الموجود بجزيرته ماديرا الذي ساهم في إنقاذ والدته في معركتها مع السرطان، وذلك ليتمكنوا من بناء مركز السرطان في جزيرته الأم ماديرا. ودعماً لضحايا فيضانات ماديرا عام 2010، تعهد رونالدو بإجراء مباراة خيرية بين نادي بورتو بطل الدوري البرتغالي وفريق مشكل من ناديي جزيرة ماديرا
ماريتيمو وناسيونال. في عام 2011 قام كريستيانو رونالدو بالتبرع بقميصه الذي شارك به في مباراة الكلاسيكو لمؤسسة ريال مدريد الخيرية التي تكفلت ببيع القميص في مزاد علني، وذهب ربع القميص إلى دعم مدارس الأطفال الفلسطينية في قطاع غزة بفلسطين. في عام 2012 قرر رونالدو بالتنسيق مع موكله خورخي مينديز أن يتكفل بتكاليف علاج طفل من معجبيه يبلغ من العمر 9 أعوام يعاني من مرض السرطان منذ السنة الثانية من عمره. وفي عام 2012 أيضاً قام كريستيانو رونالدو ببيع جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي التي تحصل عليها في 2011 بمبلغ 1.5 مليون يورو، والذي ذهب ربعه إلى دعم مدارس الأطفال الفلسطينية في قطاع غزة بفلسطين. في عام 2013 أصبح كريستيانو رونالدو سفيراً جديداً لمنظمة أنقذوا الأطفال، حيث سيعمل على مكافحة الجوع والبدانة بين الأطفال والترويج لممارسة التمارين الرياضية وتناول الغذاء الصحي. أما فيما يخص ثروة كريستيانو رونالدو، يعد النجم البرتغالي الأعلى دخلاً في العالم نظراً لما يمتلكه من مشروعات وعلامات تجارية، فضلاً عن الترويج لبعض المنتجات، كما أن راتب كريستيانو رونالدو الكبير يزيد من دخله السنوي. صحيفة ديلي ميل الإنجليزية ذكرت أن اللاعب يعد واحداً من أنجح الرياضيين على الإطلاق، وأن ثروته تتزايد خطوة بخطوة مع نجاحه خلال مسيرته المهنية. الصحيفة أضافت أن انتقال كريستيانو رونالدو زاد من ثروته، وأن قيمة الثروة المتوقعة وفقاً لما ذكره موقع Celebrity Net Worth تقدر ب 400 مليون دولار أمريكي، ويتقاضى راتباً يبلغ 662 ألف دولار أسبوعياً. وفي ختام هذا التقرير سنخبركم بعض الأقوال المشهورة للاعب الأسطوري كريستيانو رونالدو: الموهبة من دون التدريب ليس لها قيمة. أرى نفسي أفضل لاعب كرة قدم في العالم. إذا كنت لا تعتقد أنك الأفضل، فإنك لن تحقق كل ما أنت قادر عليه. وقال أيضا: أنا أعيش حلما لا أريد أبدا أن أستيقظ منه.